عايزين نعرف كده في البداية، أول ما الواحد يحس بأي حاجة بتحصل له، يعني أنا في مشكلة عندي لازم أروح للدكتور، أعمل إيه؟ أعمل إيه في البداية علشان أروح للدكتور؟ أشعات، تحاليل، قياس ضغط دم، أي حاجة بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك تطرقتي لكام موضوع مهم، لو خدناهم في نقاط سريعة كده، أعمل إيه علشان أروح بدري وما يحصلش مضاعفات، دول نقطتين. النقطة الثالثة أعمل أشعات إيه وتحاليل إيه، والنقطة الرابعة أختار أنهي طبيب. صحيح، ده المهم طبعا. فلو تسمحي لي بأمرين نبدأ بيه. أول حاجة من الناحية الأكاديمية، خريج كلية الطب بيؤهل ببكالوريوس الطب والجراحة العامة. بكالوريوس طب وجراحة عام. جميل. يعني بيبقى عنده الحد الأدنى من الممارسة الطبية. وزي ما حضرتك عارفة إن الجسم ما بيتجزأش لتخصصات في الممارسة الطبية بشكل أكاديمي كما يدرس بشكل أكاديمي. تمام. هي الفكرة لتسهيل عملية التدريس، لكن الجسم واحدة واحدة. وما يصيب عضو يتأثر به باقي الأعضاء. طبعًا. دي اللي حبيت أنوه على النقطة الأولى. طيب الأمر الثاني، حضرتك بتقولي يروح بدري قبل ما يحصل له مشاكل. طب ما احنا نسأل سؤال، نقول هو الشخص السليم ممكن يزور طبيب، وأنهي طبيب يزوره حتى لو ما كانش بيشتكي من حاجة؟ أعتقد توافقيني على السؤال المهم. طبعًا. فده سؤال غاية في الأهمية. ليه؟ يعني احنا هنضرب بعض الأمثلة اللي توضح المقصد. تمام. في كل الناس عارفة ان في أمراض صامتة، كنا لسه بنتكلم، وفي امراض مع حضرتك عن فكره اللي انت اتكلمت معايا، الضغط مثلا العالي ارتفاعه، ده الصامت القاتل. بالظبط. وفي امراض ما بتظهرش الا لما تحصل مشكله، يعني بنسميها طبيا مضاعفات. يعني المرض ده يجي بالمضاعفات. وفي ورد، وفي امراض وراثيه، وفي امراض برضو بشكل أو آخر قريبة من الوراثية، اللي هي الأمراض المناعية والأمراض اللي بتحصل في مجتمعات منغلقة. جميل. لو خدنا أمثلة على هذا الأمر، أي واحد شخص سليم خصوصا كلما تقدم السن، ونقول مثلا 50 سنة. تمام. بنديلك طولة العمر والسنة المشاهدين. يجب أن هو يبقى عنده اعتبارات ينطلق منها للفحص الدوري. لازم يقيس الضغط، ولازم يقيس الدهون، ولازم يقيس وظائف الكلى والكبد، ويعمل رسم قلب، ويعمل أشعة تلفزيونية على البطن، ويعمل تحليل بول. طيب الحاجات دي بتغطي معظم الأمراض. وفي كمان إضافة اسمها الدلالات الالتهابية. أنا بأكد على حاجة، دون أن يشعر الشخص الطبيعي بأي أعراض. طب ليه يا دكتور؟ أنت بتصعب علينا المهمة ليه؟ ده نقول كشف دوري كده يا دكتور كل فترة. أنا هدي كل مثال وما يقابله. تمام. لو خدنا تحليل البول، أنا ما بشتكش من أي حاجة في المسالك، بس أوقات ينزل زلال في البول دون أي أعراض، وهذا الزلال قد يكون بسبب تسريب من الكبيبات اللي هي المصفى بتاع الكلى فوق، بتسرب البروتين. هل بالضرورة يحصل أعراض وقت تسريب الزلال ابتداء؟ الإجابة لا، لكن بعد شوية هنلاقي فيه مضاعفات قد يصعب علاجها. ده رقم واحد. تمام. أو في دم في البول. الدم في البول أنا ما بشتكيش، اسمه دم ميكروسكوبي، لا يظهره إلا الفحص المعملي لما اعمل التحليل. طب ده دلالته ايه؟ نفس الكلام، نمسك من الكلى من فوق، سبحان الله، امراض الكبيبات. ننزل تحت نلاقي حصوات صامته. تعمل تجريح دون ان يشعر بمغص كلوي. ان المغص ده معبر عن نزول الحصوه او تحركها من مكانها. تمام. لكن لو هي في مكان ما وبتجرح، فبالتالي هتنزل دم بس دون اي شكوى او اعراض. طيب ننزل تحت شوي نلاقي امراض المثانه، قد يكون هناك التهابات أو حتى بعض الأورام تصيب المثانة أو البروستات. ده نموذج. طيب ده حضرتك قلت الدم الميكروسكوبي اللي ميكروسكوبي هو لا يرى إلا بالتحليل. تسألي الشخص، أنا دايما أكرر، مش مريض، شخص في عندك مشكلة في البول، يقول لك أبدا مفيش، اللون الأصفر العادي، نلاقي دم
ودم يعني يعتد به من الناحية المرضية. ممكن يخلينا نقول في مرض ايه عنده؟ قصة الدم زي ما انا ذكرت لحضرتك نمسك امراض المصفى في الكلى اللي هي من اول يعني أول الكلى والحالب والمثانة والبروستات وما شابه. ده مثال. مثال اخر احنا عندنا دلوقتي ممكن واحد ما يشتكيش من اي حاجة في القلب، ولا ضربات قلب ولا رفرفة قلب ولا ضربات قلب زيادة ولا رفرفة ولا نهجان ولا اي حاجة، لكن عنده علة في الضفيرة قد تحدث مضاعفات في ظرف ما مجهول. ايه الضفيره بقى دي؟ الضفيره اللي هي شبكه الكهرباء داخل عضله القلب. سبحان الله. تمام. جميل. فلا بد ان الانسان يحتاط ويعرف هل عنده عيب خلقي في الضفيره. هو صحيح ما فيش اعراض، ما بيشتكيش من حاجه وما فيش اعراض. هو العيب الخلقي يا دكتور هترد عليا، ما هو كان هيحصل للانسان وهو طفل صغير. نقول في امراض خلقيه منها مشاكل القلب لا تظهر الا بعد سن متاخر. ليه؟ يا ما هي عضلة القلب ما بتفضلش بنفس الكفاءة. صحيح. ولا الظروف هي الظروف تفضل ثابتة. تمام. ده مثال تاني. طيب الكبد الدهني دلوقتي هنعرفه ازاي من غير فحوصات؟ وفي أحيان كثيرة إضافة إلى ذلك نلاقي انزيمات الكبد عالية وما بيشتكيش من حاجة. ده معناه فيه التهاب بسيط أو أيا كان درجته مصحوب مثلا بتشحمات في الكبد، والإنسان لغاية دلوقتي سليم، بيهضم كويس، مفيش وجع في البطن، مفيش تورم في الرجلين، مفيش صفرة في العين. ايه اللي يدلنا غير التحاليل؟ الله. صح. الدهون اللي بتعمل تصلب في الشرايين دي بتاخد سنوات طويلة حتى تبني المرض. اذا لم نكتشفه مبكرا هناخد سنوات طويلة حتى نهدم العلة. صح. يعني نهدم المرض، نعالج المرض بالظبط. طب انا ضربت مثال اخر. واحد سليم عنده مثلا حد في العيلة عنده بعد الشر سرطان قولون، يبقى هو عليه أن يبحث إن هو ممكن ده الاكتشاف المبكر للأمراض. وسيدات كتيرة يا دكتور فعلا وهكذا. أمراض السرطان الثدي بيبقى لازم. فأنا بقول لحضرتك على الإجمال الشخص السليم يروح. طيب يعمل أخيرا في هذا الإطار، احنا ضربنا كم مثال والأمثلة يعني ليس لها حصر كما يقال. آخر مثال دلالات التهابية. أنا بشتكيش من حاجة بس بعمل دلالات التهابية، دي بتنبئ على إن في التهاب ما بسيط خفي هو مؤشر لشيء ما أبحث عنه. يعني حضرتك كده يبقى دي اسمها بوابة لمدخل ما يعني نبحث عنه من علة قبل حدوثها. جميل. أو هي موجودة لكن لم تعطي أعراض بعد. يعني نرجع. إحنا تشيك أب كده، سواء إحنا مش حاسين لسه بحاجة، نحسب ما فيش حاجة تعبانة، بنعمل تشيك أب دايما كده عن نفسنا، نقول مرة في السنة يا دكتور يعني لازم نعمل مثلا الحكايه دي مره في السنه يعني لو ما فيش اي اعراض. يعني بتقدر بقدرها.